نحن كمغاربة نقول لا يمكن أن يوثق في هؤلاء. ثانيا، مسألة ثانية، نحن نريد أن يتوقف قطار التطبيع. أزيل عنا هذا العار. يعني تحية لخوتنا المغاربة الأشراف الأحرار. شوفوا هذا الفيديو كيفاش، يعني هذا الإمام خرج من عقله، يعني يخاطب محمد السادس الملك نتاعهم. ليسونسيال ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. أزيلوا عنا هذه السبة، أزيلوا عنا هذه المصيبة. هم يفعلون بالمسلمين ما ترون، أبعد ذلك يتحدث عن التطبيع العلاقات مع هذا العدو. إنهم لا يراعون في مؤمنين إلا ولا ذمة. بغيتوا شحال نجيب لكم تاع الآيات؟ شحال نجيب لكم تاع الآيات؟ شحال نجيب لكم تاع الآيات؟ ولن ترضى عنك اليهود حتى لن ترضى. ربي ربي هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم. دين دين